مرحبا بكم. معا نذهب إلى أولى حكايات هذه الحلقة. على بساطة الحياة التي عاشتها الأسر، كانوا يسعون للحياة ما استطاعوا إليه سبيلا، إلا أن هجوم قطعان داعش أحالت حياتهم لجحيم، لتبدأ من هنا حكاية مختلفة تماما. محمود احمد خضر، مشهور ابو شاكر. من وين؟ من منطقه الخازر. كيف كانت الحياه قبل داعش ما يدخل الخازر؟ والله قبل داعش كنا عايشين عيشه سعيده. شنو شغلك انت؟ انا اشتغل طباخ معامل حصر عمل بالغسالات. وكنت اشتغل الحمد لله، كانت عيشه ميسوره والحال كان حيل زين. عائلتك كم نفر؟ انا 10 نفرات. اولادك؟ اولادي. الله يحفظهم. حياتك كانت ماشية بشكل طبيعي؟ حيل طبيعي كانت ماشية. كنت ما أشتغل الحمد لله، كان عمل أكو وأنزل يومية وأروح، كان سيارة عندي أشتغل، اللي أروح للمعامل وأشتغل المغرب أرجع عليك. بيتك هو ملكك؟ ملكي نعم. أولادك صغار كبار؟ والله أولادي من 20 إلى 4 سنوات. الله يحفظهم. تقدر تحكي لنا من دخل داعش عليكم، شلون صار الدخول؟ شلون عرفتوا؟ حياتكم شلون صارت؟ دخل داعش مدينة الموصل بشهر السادس، تعرفون انتم. احنا هنا ما جانا داعش بالبداية. فكنا عايشين، كانت فيوم 9/8 وطبع علينا داعش هنا منطقتنا منطقة الخازر سهنينا وسمونها. فاحنا اتجهنا على الموصل. ما بقينا هنا. من جانا داعش مباشرة؟ مباشرة، يعني اجى الصبح احنا العصر طلعنا على الموصل. اها. شلون خلوكم تطلعون؟ عادي مكان اي ما محاسبة؟ من طبه وصار قصف طائرات قامت تقصفهم. احنا قبل طلعنا على الموصل ما حد تعرضنا. بس غراضنا اموالنا يعني كلها ظلت موجودة هنا، ما اخذنا كل شيء. من رحت الموصل، احكي لنا عن حياتك بالموصل. والله من طلعنا على الموصل يعني الوضع صار سيء جدا.
عارفين العمل ما ضل هناك، شغل ماكو، يعني واحد متقيد الحركة، شغلات كثيرة يعني بقدر تسويها، يعني كثير يعني الدقائر ما تقدر تدخن، لحية ما يعني لازم تربي لحية، لازم تقصر دشداشتك، صير وقت الصلاة لازم يعني حتما لازم تروح على الجامعة، حتى لو عندك شغل ضروري لازم تعوف شغلك. فشغلة كانت يعني كان عندي سيارة كنت اشتغل بيها هناك، اشتريتها ب60 ورقة، سوء المعيشة بعتها ب12 ورقة. شلون كنتوا تصرفوني هناك؟ شلون كنت تعيش عائلتك؟ والله كان عندي سيارة. سيارة انا مشتريها ب60 ورقة. كان ايش كنت تشتغل بيها هناك؟ والله كنت اول فعلا اشتغل بيها تاكسي، التاكسي ما شغل ما يصرف. بعتها وبالمصرف السيارة قمت اعيش. الفلوس اللي خذيتها من هنا بعت السيارة، من مصرف السيارة قمت اعيش. حضرت حالات الاعدامات اللي كانوا يسووها داعش من الموصل؟ والله حضرت بس ما شاهدت، يعني ما كنت اتقرب على هاي الشغلات ابدا. يعني اذا يقولون بهاي المنطقة اليوم جو يسوون اعدام او شيء، انا ما اروح عايش المنطقة. زين، تقدر تحكي لنا عن التفاصيل اللي اليومية اللي كانت بالموصل بحكم داعش؟ والله قلت لك بحكم داعش بالموصل العمل ما ضل، الحركة متقيدة، الموبايلات ممنوعة، ما قدرين يعني إذا تحركين حركة تخافي لا يحدث غير شيء، يعني كنا أكثر شيء كنا قاعدين بالبيوت ما نطلع. أولادك كانوا يروحون المدرسة؟ لا والله تركوا المدرسة، ما راحوا المدرسة، عشان عندي ابني الكبير يبيع من هذا الكيك، يطلع الصبح يجيب كيك وبيع بالمحاليات بال 12 بالوحدة يرجع على البيت. من بلش تحرير الموصل كنت موجود انت بالموصل؟ اي نعم. احكي لنا على موضوع التحرير، شلون بلش؟ والله معركة التحرير احنا كنا بحي انتصار، بحي انتصار يوم يعني بشهر 11 وصلوا القوات الأمنية حي انتصار، وصار قاضي قصف شديد، رمي عشوائي يعني بكثافة، يعني ما قدرين تطلعين، يعني تجي ساعات ما قدرين تطلعين باب الغرفة من كثر القصف من كثر الطلقات، وخذوا قسم من حين انتصار وبقى قسم، فصارت الحركة حيل صعبة. منو كان مسيطر أكثر بالبداية؟ كان داعش بعده موجود أثناء التحرير؟ بالبداية طبوا القوات الأمنية، طبت طراف حين انتصار سيطرت على الوضع، فسيطرت شبه تامة إلى حي انتصار، هي القوات الأمنية كانت مسيطرة، بس كان المواطنين ما يقدر يطلعون من كثر القصف، قصف ورمي طلقات خفيفة. كم يوم ظليتوا بالبيت إلى أن تحرر حي انتصار؟ والله تقريبا 40 يوم. 40 يوم؟ شلون كنتوا عايشين بهال40 يوم؟ والله أش أقول لك، يعني عيشة ما الواحد محصور، وتعرفين شلون. والله إحنا ما كنا نطلع، يعني نخاف، يعني هم يظلون يعني يدققون على هاي الحرمة، لازم تظل محجبة وتظل مدري شنو، عشان نطلع يعني. الجيش العراقي فات عندكم؟ احنا قبل ما فات الجيش العراقي نهزمنا. نهزمنا هزيمة من حين انتصار على جوجل. هزمنا بالليل وطلعنا. احنا 40 نفر طلعنا. 40 نفر. انا واخوتي. نهزمنا. ما ظل عندنا كل شيء يعني، وشلت وبنتي قتلت بسبب القصف، ولا ما قتلت بنتي ماكو. ممكن تحكي لنا عن هذا الموضوع؟ والله احنا محصورين كنا بالبيت. قاعدين ببيت احنا تقريبا 5 6 عوائل. فصار رمي وطلقات خفيفه يوم 10 11 11 11، فصار قصف فعال شديد، فاحنا جت القذيفه وقعدت بالحوش، فكانت هاكو تشوله وبنتي واحنا كنا ملتمين، فطار الشظايا فاشتعلت التشوله وقبت، من قبت
يعني بنتي قريبة عليها، فطار اللهب على بنتي فاشتعلت بدينها وانتهى من على بطنها وعرجلنا، ظلت تقريبا 9 أيام بالمستشفى. أي مستشفى؟ مستشفى الحروق بهذاك الجانب ودينا. كان تحت سيطرة منو؟ داعش. هي شاكر وهي على رأس شاكر. هي سنة واحدة يعني تزوجت، ذهبنا لها وهي الشغلات، وحتى الدواعش ما يخلون زفة وما أدري شنو، هاي ما يخلون لا كل شيء ما سووا. هم أهل العروس، أهل العرس سووا عزيمة، لازم العروس مقطعي. جابت ولد خطية عمره شهر وأمه واحترق. يعني أطلع الصبح من أجروا عليها على المستشفى، أختل بين البيوت إلى ما أصل شوية منطقة آمنة، يلا أصعد. ما كانوا يخلوكم تروحون تزوروها؟ لا خلونا بس قصر جهة. أها. من القصر كله. كم يوم بقت هي؟ 9 أيام بالمستشفى جهة. وأنت بالمدة 6 أيام بس أنت تروح لها؟ إيه مو تعرفين أول يوم ثاني يوم رحنا 6 أيام. والله كانت تدرس هي، أنا وصلت الخامس هيك. إيه صار قصر جيش خلينا. سويناها وديناها على المستشفى. ظليت والله نهار واحد والوضع ما سمحت لي، عندي أطفال صغار وشتي، وكانت مرزقة شتي عندها طفلة صغيرة ما نقدر نزوجها. هو كان يظل بالمستشفى هو وأمه. إيه بالعيد رحت عليه. نوار حبوبتك. كيف صار لها سيك؟ هي توفت الله يرحمها. الله يرحمها. يعني من توفت هي انتم ما كنتوا يمها؟ عمتها كانت يمها. عمتها كانت يمها. جاني الفجر وقت الصلاة قالوا لي بنتك توفت. فكانت المقبرة هاي مع اليمقوق جلي هنا قريبة تحت سيطرة القوات الأمنية. فأخذناها على ذاك الجانب دفناها. والله عند أبوها كان بالله. لولا الساعة صور ما أعرف عندنا إلا لا. شفت لو طال معي نسى بالقلب صورهم وفراضهم كلها ظلت في البيت تمام. والله ما ظل عندي كثير واحد أخذ. من بعدها شو وقت طلعتوا انتم من المصر؟ طلعت انا يوم 15/12، توفت بنتي يوم 19/20، بقيت ابني طلع قبلي، ابني طلع يوم 1/12، ما ظلت لنا عيشة والعيشة صارت صعبة. طلع ابني قال لي تعال وياي ساعة تنطلع يوم 1/12، قلت له ابني يعني ساعة توني اختك توها ميتة وخواتك خايفات، عندي بنات ما اقدر اطلع هسا. فطلع ابني ورا ابني يعني 10 أيام طلعت. شلون قدرت تطلع؟ وين وصلت؟ والله طلعنا من حي انتصار بالقبوة يعني. أنا وأخوتي وأهلي وعمامي 40 نفر. شغلة واحد شلون تقبي حرامي يطلع يتقتل. إلى ما وصلنا القوات الأمنية بالليل. القوات الأمنية العراقية؟ إي نعم. كيف وصلتوا للبيشمركة؟ من طبينا جوق جلي ثاني يوم عاجينا على المخيم هنا. على المخيم.
نعم جينا على الأيسار ومن حي انتصار جينا اللي جاء على المخيم. طيب الجيش كان يهزمنا من فرع لفرع لما ما وصلنا عوائل كثيرة. استقبالهم شلون كان لكم؟ حلو يعني راقي يعني من جينا بالليل وصلنا هنا الساعة 9 10 بالليل وصلنا بالعشرة بالليل جهزونا تجهيز كامل بطانيات دواشق غذائيات ملابس أحذية جينا تعرفين حفيانين يعني بالعشرة بالليل احنا جهزنا. والله الحمد لله خاونا جينا برداني فانا جينا بالبريد وطونا هالخيم الحمد لله وسترعت علينا وعلى أطفالنا وهالنا سنتي عليها والحمد لله والشكر. يوم تحت الهوانات وتحت الضيم وشعنا الويل الويل الليل ما يبين علينا ما يبين علينا ما يبين علينا ايش الشعيا يا ابو ايش نسولف الف رحمي على ام وابونا طلعنا ونستقبلنا خلف الله عليكم وجزاكم الله خير وما قصرتم معانا والله من طريق لحد هالساعه احنا ناكل بس ناكل وجزاكم الله خير يكون ان شاء الله يا ابا سنتين ونص جوغونا الويل الويل جوع جوع وجفا كل شيء ما شفنا من عندهم كل شيء ما شفنا غير الضيم وحسب الله ونعم الوكيل عليها حسب الله ونعم الوكيل عليها. أسايج دي أبقى أسايج حسن شامي كلكم كلكم على رأسنا أنتم ناس طيبين وقمتم بواجبنا وقمتم يعني استقبلتونا مثل أهلنا وأكثر وأني جدا جدا ممنون منكم. زين بعد تحرير موصل واللي صار ليش ما رجعتوا؟ والله أنا أرجع بلكت على بيتي يعني أنا ما أريد الموصل أنا شغلي ورزقي هنا بالمنطقة أنا أشتغل رجل كاسب موصل ما تخدمني. وليش ما رجعت على بيتك؟ إي والله ما عندنا بيت واحد ما عنده بيت وين يروح؟ مرتاحين هنا أنا؟ والله الحمد لله الحمد لله أحسن مفضل هنا أحسن من الموصل هنا أمان أمان والحمد لله الولاد والفتح الحمد لله. اي والله سعيد حايط مرتاح والله تعبنا والله تعبنا السن يعني شيء هو الشيء واهم شيء يعني العيال يعني سلامات والله البيت يتعوض المال يتعوض كل شيء يتعوض بس البني ادم من يروح ظل حصره يعني بالقلب.
ده تروح وتجي على بيتك لو ما تروح؟ لا والله مرة. مرة واحدة رحت. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك الله يسلمك. ممنون. لا بنت ابني. اسمك كوثر. لا لا ما رحت لعموه. روحي على جدي وروحي على جدي. ماما جت عمتك. ما جيت مامتي. ما جيت يا أمي وينك؟